تعرفي عن الهروية؟ في أمريكا، أسمع عنه في أمريكا يعني. بس كل ده كل معلوماتك عنه؟ ما عنديش كلام تاني أعرفه عنه. طب لو جات لك فرصة تحج في الهروية؟ لا، ما دي حاجة دي حاجة خالص معرفش حاجة عن الهروية. طب انت لو جات لك فرصه تحج في الهالوين هتروح تحج عن الهالوين؟ طيب انت دلوقتي لو جات لك فرصه تروح تحج في الهالوين حج؟ اه لا مش هتحج في الهالوين لو في فرصه حتى اكيد يعني الهالوين اللي انت بتتكلم عليهم دول احنا ناس مصريين احنا ناس مصريين لينا عاداتنا وتقاليدنا مالناش دعوه بقى هم بقى ايه دول ناس غربيين واجانب مالناش دعوه بقى اللي ايه اللي احنا مش عايزين نقلدهم في اي حاجه اللي بيعمل شعره لمؤاخذه كده والشاب اللي لمؤاخذه بيوقف له شعره كده اهوت زي عامل شعر الهرم لا انا حالي شعري عادي طب انت لو جات لك فرصه دلوقتي يعني. تحج في الهالوين احج؟ اه لا انا بامر الله احج عند بيت النبي بامر الله ما تحج في الهالوين احج؟ اه الهالوين؟ اه مفيش حاجه اسمها احج في الهالوين احج عند ربنا بس احج احنا تعرف ايه عن الهالوين؟ طيب انت دلوقتي لو جات لك فرصه تحج في الهالوين مش هتحج في الهالوين؟ احج ايه انا لسه عايز طب لما تكبر يعني؟ لما تكبر مش هتحج في الهالوين لو جات لك فرصه؟ لا هالوين ايه هو؟ ما تعرفش حاجه عن الهالوين؟ الهالوين هالوين هالوين طب ما يعني وضح لي كويس وانا اقول لك طب انت دلوقتي لو جات لك فرصه تحج في الهالوين هتروح؟ ربنا يكرمنا بيها الحج تعرف ايه عن الهالوين؟ اللي هو العيد اللي هو كده تقليد بالغرب مش عارف طيب يعني ملوش اي حاجه مش شايف حاجه البلد ولا اللي احنا فيه وشغالين على كلام فارغ حضرتك دلوقتي لو جات لك فرصه تروح تحج في الهالوين ازاي يعني؟ اهلاويه هالوين والله مش عارف طب يعني ما تعرفش حاجه عن الهالوين خالص؟ لا مش عارف طب انت لو جات لك فرصه تروح تحج في الهالوين هتروح؟ ممكن لو قعد ممكن ايه؟ لو قعد لو تعرف تحج؟ اه اعرف ان هو عايز تعمل طيب انت دلوقتي لو جالك فرصه تحج في الهالوين مش هتحج ليه؟ لا عشان هي اصلا فكره كافره هم بيحجوا معانا اصلا في ال هم ما بيحجوش اصلا هم بيحتفلوا معانا في العيد الكبير ولا العيد الصغير؟ لا طيب